السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات الخياطة. اليوم ان شاء الله غنخيط معكم هاد الجلابة هذه اللي فصلنا في الفيديو السابق. نبداو على بركة الله. نخيط الكمام ديال الجلابة، يعني نخيطو دائما كنشوفو، يعني نراقبو الوجه ديال الثوب. حنا غنبداو اول وجه، يعني غنبداو يعني في الظهر ديال الثوب، غنحط السيفة يعني فوق من الثوب كما كتلاحظوا بهذه الطريقة. يعني ما غنديرش طوية في الثوب، غنحطو فوق منه وغنخيط السيفة على الوجه ديالها كما كتلاحظوا بهذه الطريقة، وكنخيطو على الجنب. يعني فاش كنقلبو يعني فاش كندورو هذه السيفة هذه كتجينا، وكنخيطوها كتجينا الخياطة يعني فين، يعني نقية اكثر مني الا طويتي الثوب وحطيتي عليها السيفه. هذه كتجي يعني زوينه بزاف، جربوها في اي حاجه. المهم جربوها حتى بطريقه في الدونتيل، اللي كان الدونتيل هكا بحال السيفه، راه حتى الدونتيل كتجي فيه زوينه بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا. دابا راه شفتوا طويتها، رجعتها على الوجه، دابا على الوجه ديال الكم، يعني وكتجي خياطه نقيه. ها هي كيما شفتو كتجي رائعة، يعني انفينيا. دابا غنتقلو للخياطة ديال القب. تا القب غنخدم ليه يعني السيفة، يعني كنسبقو في الجلابة، يعني أنا كنسبق الكمام هكا والقب، والسيفة ديال وسط الجلابة عاد كنمونطي الجلابة. يعني الطريقة ديالي في المونتاج يعني نفس الطريقة كما وريتكم في الكم، نفس الطريقة كنحط السيفة هكا على الظهر ديال الثوب، وكنقلبها على الوجه ديال الثوب كما شفتو في الخياطة ديال الكم، نفس الطريقة. نتمنى الطريقه هذه تعجبكم، يعني خصوصا للمبتدئات هذه اسهل طريقه يعني باش تخيطوا جلابه. واخا تكون مبتدئه يعني الله بديتي كتعلمي، يعني كاين البنات اللي كيبغيو يخيطوا جلابه وين كتجيهم، يعني كيجيهم الخياطه ديال الطراسن، او يعني الخياطه ديال السيفه مع الطراسن او الضفيره كتجيهم صعيبه. هذه يعني باش تزعمي تدخلي الاصعب، يعني هذه دابا تخدميها في الاول وغتعجبك، ومن بعد غتخدمي طراسن. واللي باغي يتعلم طريقه ديال الطراسن حاطه واحد الفيديو ديال الطراسن ديال الجلابه، يعني مخيطه هكا بالطراسن، وكاين شحال من فيديوهات يعني في القناه فيها الخياطه ديال البريم والطراسن. هذه درتها خصيصا اللي كيجيهم يعني البريم صعيب والمبتدئات، حيت راه يعني اصعب حاجه في الخياطه ديال الجلاب هو البريم. دابا ننتقلوا نخيطوا الامام ديال الجلابه، يعني اسهل ما يكون. هاد الجلابه هادي وكتجي زوينه، كتجي خفيفه وزوينه، يعني هي زوينه في هذا الصيف. هنا الفتيحه اللي كاينه في الرقبه فيها 6 سنتيم، طويت فيها شويه ديال الثوب وحطيت فوق منه السيفه، يعني وغنكمل فوق من الثوب، يعني نعلموا الوسط ديال الجلابه. يعني اللي ما شافش هاد الفصاله هذه ديال هاد الجلابه، راه كاين فيديو قبل هذا يعني ديال هاد التفصيل ديال هاد الجلابه هذه، تما راه يعني شرحت فيه الطريقه باش غنفصلوها بطريقه سهله ومبسطه للمبتدئات. اسهل ما يكون هاد الجلابه هذه، كنقولها وكنعاودها حيت سهله وكتجي رائعه، يعني كتجي زوينه خصوصا في الثواب ديال يعني الخيط، يعني الثوب يكون مزوق ولا سامبل كتجي رائعه. اختاريت لكم هذا الموديل هذا يعني باش البنات اللي باغيين يتعلموا يزعموا يفصلوا ويخيطوا، يعني خياطه سهله وفي نفس الوقت زوينه بزاف.
يعني هذه كتزعمك على تخيط المزيد. يعني اللي كيخاف من المقص يعني هذه الفصاله ديالها سهله جدا، وحتى الخياطه ديالها يعني اي وحده الا غير يعني عندها القواعد يعني الاولى ديال الخياطه راه غتفصلها، يعني غير تعرفي كيفاش غتحطي ضبطي المقاس ديالك فوق الثوب راه غتفصلي هاد الجلابه ديال وغتخيطيها. دابا راه كنخيط الصيفه من الجهه الثانيه، سهله جدا يعني الطريقه ما فيها لا يعني لا بريم لا حتى من الامام ديال الجلابه راه مسدود، يعني سهل سهل جدا. هنا نخيطو الكتف ديال الجلابة، يعني كنحطو الأمام مع الظهر، يعني كنقلبو التوب، يعني كنخدمو على ظهر ديال التوب، دائما ردو البال التوب كنخدمو على الظهر ديالو. يعني نخيط الكتف الثاني، وغنخليكم مع الخياطة. هنا راه الخياطة هادي، يعني غنخيطو الكتاف ومن بعد غنركب الكمام، يعني وغنجمع الجناب ديال الجلابه ومن بعد غنمونطي القب. يعني خياطه عاديه جدا، نخليكم مع الخياطه ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم البنات. شكرا لكم على المتابعه ديالكم. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي للجلابة.